عملتش حاجة يا بابلو، ما عملتش حاجة والله. انا ما حدش عمل لك حاجه يا معلم بابا. فين العادي؟ اه احنا بناكل عيش زي ما انت بتاكل عيش، وبعدين ما حدش داسلك على طرف. بتاكل عيش على قفا الناس الغلابه؟ طلع العادي وروح امك. انا معايا عقد مسجل في الشهر العقاري واروح اشتكي. وانا معايا عقد بيت امك واروح اقعد فيه دلوقتي. طلع العقد بدل ما اطلع روحك وبرضك اخد العقد. العقد اه يا معلم بابا. يا عم حسن، ربنا ينصرك على من يعاديك. ما اشوفش خيالك تاني، والمره الجايه مفيش كلام. سامع؟ سامع؟ سمعت يا معلم بابا. نروح مش من هنا، روح امك ورا اخوك. يلا اسود. انت جاي تموتي هنا؟ لا تتكلم، لا تتكلم.